تحية طيبة لكل مشاهدينا عبر شاشة قناة أوغاريت بحلقة جديدة من برنامج ملفات قانونية. مشاهدينا الكرام، حلقتنا لليوم هي متابعة لحلقة سابقة تحدثنا فيها عن حقوق الطفل، لما لها من أثر كبير جدا على الفرد والمجتمع والأسرة. أكيد خصصنا هذه الحلقة لنحكي أكثر عن قانون حماية الطفل، ما الهدف من هذا القانون، ما هو آثاره الاجتماعية والإيجابية والسلبية على المجتمع. للحديث أكثر بهذه التفاصيل يسعدنا أن نرحب بضيفتنا بالاستوديو المحامية نجلاء غندور. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذة نجلاء، يعني نحن حكينا بحلقة سابقة عن قانون الطفل، ولكن هو يستحق حلقات أكثر لما له من أثر على المجتمع، وخاصة في حال وجود هذه العمالة أو عمالة الأطفال مما لها من أثر سلبي. خلينا بداية نحكي عن تذكير عام عن محاور الحلقة السابقة. نعم، محاور الحلقة السابقة تحدثنا عن قانون حقوق الطفل الصادر بالمرسوم رقم 21 في عام 2021. أولا، الهدف من هذا القانون، تحدثنا عن هدف القانون هو تعزيز دور الدولة في حماية الطفل وتأمين التنشئة والنمو والتأهيل العلمي السليم في نطاق النمو الثقافي والاجتماعي والبناء النفسي لبناء شخصية الطفل، بحيث أنه ينشئ شخص يساهم في الإسهام في تنمية المجتمع. نعم. إذن الهدف من هذا القانون هو إنشاء فرد قادر على المساهمة في تنمية المجتمع وفق متطلبات المرحلة الراهنة، وهي من أهم الأمور اللي فعلاً بيحتاج الطفل بهذه المرحلة. أكيد هناك مبادئ عامة أستاذتي الكريمة متعلقة بهذا الموضوع وفق المادة 14، خلينا نحكي عن هذه المبادئ. نعم، تحدثنا سابقاً أيضاً عن بعض من هذه المبادئ. أول شيء، من أهم هذه المبادئ الواردة في هذه المادة أنه للطفل الحق في الحماية من كل أشكال العنف. هذا أمر بديهي، وخاصة الإساءة البدنية أو المعنوية أو الأخلاقية، أو حتى ممكن الطفل يتعرض لإساءة من النوع الجنسي وغير ذلك من الإساءة في المعاملة. وله الحق في الحماية من الاستغلال ومن الإهمال والتمييز والتشرد والأخطار كافة. وتكفل الدولة اتخاذ التدابير الإدارية والاجتماعية والتربوية الوقائية اللازمة لتوفير هذا الحق. إذن هذا القانون يصب في إنشاء طفل سليم وسوي نفسيا وتعليميا واجتماعيا من كافة النواحي. نعم نعم. المفروض هون أستاذتي الكريمة أنه يكون في ضمانات للطفل، إن كانت صحية، إن كانت مثل ما ذكرتي حضرتك جسدية نفسية صحية وتعليمية تعليمية. ما هي هذه الضمانات؟ نعم، الضمانات أول شيء أهم ضمانة هو الحقوق الصحية الخاصة بهذا الطفل. سلط الضوء عليها هالقانون وكفلها في المادة 24. حظر القانون تقديم أو بيع التبغ أو النرجيلة أو المشروبات الكحولية للطفل في جميع المطاعم وجميع الأماكن العامة. طبعا هذا محظر وفق هذا القانون، ويتوجب عليها عقوبة جزائية وفق قانون العقوبات. نعم. للأماكن اللي ممكن تقدم للأطفال أو أرجيلة أو غيره، يعني تماما أو بيستغلون ببيع الدخان أو ببيع المشروبات الكحولية أو بيقدموها لإلهم ضمن السن القانوني المحظور على الطفل أنه يتعاطى هالأمور. نعم. هلق يعاقب كل من باع أو شراب كحولي أو تبغ أو أراجيل لطفل أو قدمه أو سمح بتقديمه بالحبس من شهر إلى 3 أشهر. تمام. إذن هون الجرم جنحوي الوصف، جنحوي. وبالغرامة من 300,000 إلى 500,000 ليرة. طبعا هذه العقوبة تتعدد في حال تعددت الأطفال، يعني كل طفل عقوبته لحال، مو إذا شفنا 3-4 قاعدين على طاولة عقوبة واحدة. عقوبة كل طفل لحال على حدة. تماما. لصاحب المكان اللي هو مستقبل هؤلاء الأطفال وعم يسمح له أن يستخدموا الوسائل المضرة بالصحة. تماما. أو حتى بخليهم مثلا يروجوا لإله أو يبيعوها أو بأي شكل. محظر التعامل بالنسبة للأطفال بهالمواد بأي شكل، ومثل ما قلنا في عقوبة جزائية على الشخص اللي عم يقدمها. هلأ أيضا في باب عمل الأطفال
بالنسبة للمرسوم حظر القانون تشغيل الطفل الذي لم يتم 15. نعم. هذا ممنوع تشغيله بشكل مطلق، وحذر استغلال الطفل اقتصاديا أو في أداء أي عمل يرجح أن يكون خطير أو يمثل عائق في تعليمه. نعم. يعني هون قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي يحظر على الطفل العمل. العمل. أو بلوغه 15 سنة. حتى بالصيف أستاذتي الكريمة يعني بنشوف كثير في أطفال بيتم يشتغلوا فترة الصيف ليمارسوا مجموعة من الأعمال. هل هي ممنوعة في القانون؟ ممنوعة طبعاً إذا دون سن الـ 15 وبعد سن من الـ 15 إلى 18 في إلى ضوابط هالحدث هذا، ما رح أقول إنه بقى اسمه طفل، خلينا نقول حدث، بدنا نشغله ضمن ضوابط ضوابط رح نتطرق لحالياً. إذا ممنوع على الطفل يشتغل بأي عمل بضر بصحته أو نمو العقلي أو البدني أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي. كما منع بشكل كامل، ممنوع تشغيل الأطفال في الليل أو في أيام العطل أو في أوقات الراحة، وممنوع تشغيلهم لمدة طويلة أكثر من 6 ساعات. هي قصدي حضرتك بعد ال 15 سنة لما بيصير حدث سنة. هي الضوابط اللي بتنفرض على العمل، بينما الطفل ممنوع تشغيله أبدا. ممنوع تشغيل الطفل مشان بس لنكون في نوع من التمييز يعني. حتى لما بدنا نشغله بعد بلوغه ال 15 سنة أو إتمام مرحلة التعليم الأساسي، يجب الوقوف على وضعه الصحي وملائمة وضعه الصحي لهالعمل اللي بدي كلفه فيه، ويعاد الفحص مرة كل عام طبعا من أجل حماية الطفل صحيا وجسديا وإلى ذلك. هلأ والأهم من ذلك بالقانون بالمرسوم اللي عم نتحدث عنه كفل بشكل مطلق حقوق التعليم. نعم. بالمادة 27 طبعا كان التعليم عنا إلزامي لصف السادس فقط، هلق زاد التعليم صار لصف التاسع مرحلة التعليم الأساسي، وتكفل الدولة حق الطفل في التعليم بمستوياته المختلفة، ويكون التعليم في المدارس العامة مجانا وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي. نعم. إذن هو وجوده ضمن بيئة صحيحة، ضمن أسرة وضمن مدرسة، أكيد رح يكون بعيد عن جو العمل أو جو تعرضه لأي استغلال اقتصادي أو اجتماعي من أي صورة كانت. نعم. فالطفل مكانه الطبيعي ضمن مؤسسة تربوية وتعليمية، وليس مكانه في الشوارع وعلى إشارات المرور كما حاليا عم يصير. طيب في حال خالفوا الاهل هيدي التعليمات او ما خلوه يلتحق بالمدرسه، ما هي العقوبات اللي بتكون مفروضه بهيدي الحال؟ طيب كل ولي امر يمتنع عن ارسال ابنه الى المدرسه تتكفل مديريه التربيه بانذاره خلال 10 ايام وفق اجراءات قانون التعليم الالزامي. نعم. خلال 10 ايام بدك تبعت ابنك، ولا بدك تفرض بحقك غرامة من 100 الى 150 الف ليرة سورية للأهل. نعم. على الأهل تفرض، ولكن احيانا نظرا للواقع المرير انه بيكون احيانا الطفل ما في عنده اهل، بيكون هو مجبر على العمل ليطلع لقمة عيشه نظرا للحرب و ظروف فقر جهل ظروف كتير يعني سنتطرق لها لاحقا. نعم. وعمالة الطفولة زايدة بشكل كبير، أرقام عم تتضاعف جدا 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 على مستوى العالم. هاي بدي أسألك أستاذة، شو السبب اليوم بزيادة عمالة الأطفال اليوم بهالفترة مثل ما ذكرتي حضرتك أنه هي عم تكون واضحة اليوم؟ نعم. هلق أسباب واسعة جدا، أول شيء الحرب الشرسة وما تخلفه من دمار شامل تخلفه. هل ممكن نلاقي عائلة كاملة مضال منا غير ولد وعنده طفل مثلا أصغر منه بيكون هو ملزم فيه، يعني ملزم بده يطعميه، بده مثلا يلبسه، ملزم أنه هو يقوم بالعمل اللي كان عم يقوم أبوه فيه وهو طفل حدث يعني مضطر ومجبر. هذا الشيء بيؤدي أنه يتحمل هالمسؤولية بشكل مبكر، بيضطر أنه يكون لجأ لرب عمل لتأمين لقمة عيشه. عندنا كمان التشرد والتسول وغياب الرقابة الاجتماعية من أحد أسباب عمالة الأطفال. نعم. قلة المدارس، في بعض المناطق بتكون المدارس قليلة جدا فيها، بالتالي الجهل بده يولد بطالة، بده يولد تشرد، بده يولد تسول. تدني مستوى الثقافي للأسرة. نعم. نحن بحاجة لدورات مكثفة للأهل قبل ما يكونوا للطفل طبعا صحيح. لتوعية الأهل على هيدا مخاطر. وأستاذي لارا في نقطة مهمة كتير، النقص بمعرفة قوانين عمل الطفولة.
هلأ نحن القوانين يلي عم نتناقش فيها وعم نحكي عنها في جهل عام بكثير من المناطق، ما رح أقول بكل المناطق، بكثير من المناطق في جهل عام فيها. بالتالي نحن بحاجة لنشر ثقافة قانونية بتخص الطفل فيما يخص عمل الأطفال بشكل عام، شو هن شو حقهم وهن عم يقوموا بهالعمل، شو المحظر بهذا العمل. يعني لازم يكون الطفل واهل الطفل على درايه بنصوص مواد هالقوانين. طبعا تذكري حضرتك استاذه انه الظروف ربما هي فرضت بعض او جبرت بعض الاطفال على العمل الغير محبب ربما لهم، ولكن هو اجباري لمتابعه الحياه. في البعض هن ما عندهم اهل، بهيدي الحالة القانون شو بياخذ اجراءات؟ يعني انا شفت طفل هو عم يتسول او عم ببيع دخان، او انا هون على مين بدي القي المسؤوليه او كيف بدي اعاقب هيدا الفعل الجرم؟ هلا ما فينا نحن يعني نقول نعاقب، لانه هون الطفل من دون ولي امر. نحن بحاجه لمؤسسات او جمعيات تقوم بتعليمهم، تكون مفعله بشكل كبير، تاخذ دورها بشكل اكثر، رقابه من مثلا فيك تقولي وزاره الشؤون، رقابه من جمعيات خيريه على مستوى عالي. هي بحالات التسول وبحالات انا قصدي الاهل اللي مثلا ام موجوده بالمنزل وما عندها غير ابن، وهذا الابن ما اشتغل ما يعني ما قدر يحصل على عمل غير نوع واحد وهو الشاق بالنسبه له، وتم معرفه هيدا الامر. يعني هون شو بصير الغرامه بالنسبه للام او هي اللي هي مجبره بهيدي الحاله انه تعيش من مدخول هذا الطفل؟ نعم. هلا ما في غرامه الا اذا بعتت ابنها، اذا تخلفت عن ارسال ابنها على المدرسة ضمن سن التعليم، ضمن سن التعليم الإلزامي. ولكن نحن هون مشان لا ينضبط هالموضوع اجى القانون المذكور وحط ضوابط لهالظاهره اللي حضرتك عم تتفضلي تحكي عنها. هالضوابط هيدي لازم يتقيدوا فيها قدر الامكان، لانه اصلا الخلل بعمل الطفل او بالخروج عن القوانين الناظمه لعمل هالحدث هذا رح يؤدي لمشاكل تانية رح نتطرق إلى لاحقا. هالمشاكل وقتها بصير في عليها عقوبات بالقانون. تماما. يعني المشاكل لها أثر نفسي وأثر اجتماعي وأثر تماما. هلأ هو أكيد له آثار اجتماعية وآثار اقتصادية وآثار على مستوى الفرد والأسرة وعلى مستوى البطالة إذا بدك هلأ نتطرق لها. ولكن نحن ما فينا نقول إنه بدنا نفرض عقوبة إلا إذا نجم عنه ضرر. إلا إذا هالعمل نجم عنه ضرر واضح وخالفوا الشروط يلي منصوص عنا بهالقانون بشكل صريح. نعم. طيب خلينا نحكي عن الآثار النفسية والاجتماعية لعمالة الأطفال. هلأ الأثر النفسي كبير جدا جدا جدا، لأنه هذا الطفل لما بدي أجي أنا أحطه ببيئة خارجة عن طفولته. هلأ ما في طفل إلا مثلا بيحلم يصير رائد فضاء، ما في طفل إلا مثلا بحب يصير يكون بغابة عم يكتشف شو في فيها. لما بدي أجي أنا أجيبه لهالطفل حطه ضمن بيئة مثلا يتعرض فيها لخبرات ومواقف بعيدة عن طفولته تماما، بدي أحطه ضمن مواقف بده يصعب عليه التعامل معه، بده يصعب عليه التعامل معه، بده يشوف حاله فجأة صار أكبر من عمره. هذا بده يؤدي انه لاستغلال من الاكبر منه، لاني هن خبرتهم اكبر. وممكن يؤدي هالشيء لتحرش او اغتصاب في بعض الحالات، او حتى عنف نفسي شديد. هلا هالامور يلي حكيت عنها بدها تؤدي مع الايام لشيء من الاكتئاب النفسي او الوسواس القهري. ليش؟ لانه هالطفل بده يعيش ظروف غير متوقعه تماما وخارجة عن طبيعته النفسية. هذا الشيء رح يتسبب له صدمة تدفعه ممكن للتفكير بالانتحار، وارد جدا، أو أنه يؤدي هذا أنه هروب من هالواقع المرير، يصير لا قدر الله يتعاطى المخدرات مثلا عن طريق شخص أكبر منه، بصير بيروج لشيء سيء من مخدرات، من دخان، من أي شيء نتيجة وجوده بغير مدرسة أو بغير منزل أو بغير أسرة.
صحيح. الطفل مكانه ضمن أسرة وضمن مدرسة وليس وهو بعمر مكانه. وهو بعمر مثل ما بيقولوا بالعامية هو مثل العجينة بيمتص أي شيء وبيتقبل أي شيء، فممكن أي صديق سوء ينقل له معلومات سيئة، خبرات سيئة، ينقل له تصرفات سيئة يخليه يتجه باتجاه، حتى في منهم بيروحوا على السرقة، بيروحوا على أحيانا على القتل، يعني بسبب هن ما بيعرفوا شو عم يعملوا، يعني هن تابعين لشخص هو اللي عم بيوجههم. تماما، هن بالأخير بيكونوا وقود لمحاكم الأحداث الجانحين بجرائم مختلفة مثل ما قلتي، سرقة، مخدرات، نتيجة هالضغط النفسي الكبير اللي تعرضوا له بوجودهم ببيئة غير بيئتهم، مكان غير مكانهم، جو كبار، جو مدري شو هو أو معروف شو فيه يعني. غالبا هني بيكونوا ضحية استغلال من أشخاص بتعرف ظرفهم منيح، بتعرف أني هالطفل عايش من أجل لقمة يومه أو ما في حدا يدافع عنه أو ما في حدا مسؤول عن أي شيء بيصير له. تماما، فبده يكون هو تحت جناح الشخص اللي ممكن يكون سيء وغالبا يعني عم يحرمه من أبسط حقه، يعني ممكن هالطفل عم يتحمل هالظلم كلياته مشان ياكل بس. نعم تماما، هي بشق الأثر النفسي. بشق الأثر النفسي تماما. الأثر الاجتماعي أيضا أستاذتي الكريمة لعمالة الأطفال. هلا الأثر الاجتماعي، عمالة الأطفال ممكن تؤدي لحدوث بطالة. ممكن تؤدي لأنه هلا نحن بيكون عندنا أسرة. أستاذي لار عندي أنا أسرة. تمام. هالأسرة بحاجة لدخل. ممكن نحن نلاحظ بأول فترة عمل الطفل ممكن يجيب دخل أسرة الفقيرة إذا كان في أسرة من أساسه ممكن يجيب دخل بسيط، بس طبعاً ماني عمال أروج لعمالة الطفل بأي شكل كان. عمالة الطفل سلبياتها أكثر من إيجابياتها. هالدخل البسيط هذا ممكن بعد فترة نلاحظ على مستوى المجتمع صار عندي نقص بالموارد البشرية من وراء عمالة الطفل. لأنه هالطفل هذا بده يكون مثل ما قلنا هيدي بيئة خصبة جداً لسرقة، لبيئة غلط، بالتالي وقود لمحكمة الأحداث الجانحين. مع الأيام بدي أشوف عندي بالمجتمع من هالبيت أو من هالطفل صار في عندي نقص بالموارد البشرية بالمجتمع، وفي عندي بطالة. هالبطالة هيدي لما بيكون رب العمل في عنده أولاد صغار عم يشغلهم بأجور قليلة، فبيستغنى بشكل كامل عن اليد العاملة من الكبار أو من أصحاب الخبرة. ممكن تؤدي تلاحظ أنه بصير في عندي مثلاً نوع من البطالة، نوع من بتحسي أنه يعني مجتمع مفكك. بصير الطفل مانو بالمدرسة، الكبير عاطل عن العمل، أصحاب الخبرة مانهم بمكانهم. هاي بتشوفيها بشكل كتير وارد يعني بالمجتمع. نعم أستاذتي الكريمة. الأثر الاقتصادي أستاذتي الكريمة. الأثر الاقتصادي الأطفال. المجتمعات اللي فيها عمالة أطفال بنسبة كبيرة الاستثمارات الخارجية بتخف فيها كتير. بتحسيها يعني بشكل عام بتصير مجتمعات متخلفة شوي، اللي بتعتمد على الأطفال، بتعتمد على مشاريع اقتصادية فقيرة بأدوات بسيطة، خلينا نقول مواد متخلفة، مواد بسيطة كتير. بالتالي ما رح يكون عندنا هالمشاريع الاقتصادية الكبرى ولا تشجيع للمستثمرين لما بده يكون المجتمع بحاله معتمد على هالشريحة يلي عم تأدي عمل بجور بخسة. يعني ما بده يكون في جذب للمستثمرين الكبار ليستغلوا أو ليستثمروا هالخبرات اللي عندنا بشكل صحيح. بشكل صحيح. نعم. هاي من الآثار الاقتصادية السيئة جدا يعني. نعم. مجموعة من الآثار بتترتب على عمالة الأطفال بتأثر بشكل كتير كبير على المجتمع، لكن أكيد هناك طرق للوقاية من عمالة الأطفال ومن استغلال الطفل. كيف نظم القانون لهذه الطرق؟ نعم أستاذي لارا، طرق الوقاية أول شيء نشر التوعية. التوعية أهم شيء، نحن بحاجة لتوعية الأبوين وتوعية الأسرة وتوعية ضمن المدارس وبكافة القطاعات. نشر التوعية بالتعليم ووضع قوانين صارمة مناهضة لعمالة الطفل وتنفيذها بشكل فعال على أرض الواقع. نعم. وفي جانب نحن بحاجة إلى إرسال جميع الأطفال إلى المدارس بشكل مطلق بطريقة معينة، بحاجة أن نشوف جميع الأطفال في المدارس. يعني التعليم ثم التعليم. وبحاجة إلى توفير قوى عاملة بالنسبة للأسواق كل حسب اختصاصاته.
يعني انه كمان بحاجه لقوانين تنظم هالموضوع، انه يكون انه الشغل لاصحاب الاختصاص تماما. نعم. ما اجي انا احط ولد محل مثلا شخص خريج جامعه لقاء مثلا اجر، لازم يكون في عقوبات صارمه على رب العمل اللي بيشغل ولد بشغله مثلا مو من اختصاصه او اكبر منه يعني. وانت ذكرتي نعم. حضرتك انه بطبيعه الاحوال القانون بيفرض على رب العمل اللي بيوظف طفل تحت سن ال 15 طبعا طبعا هو عليه عقوبه قولا قطعا، هي لا يعفي يعني من هذا طبعًا. الجرم في منع بات كمان. انه نحن بحاجه لموضوع مهم انه نفعل دور اصحاب العمل، تفعيل دور اصحاب العمل بحيث انه ننشر الوعي عندهم، كمان ننشر الوعي اللي عندهم انه نوعيهم بهالقوانين وشو التبعات عليهم بشكل لاحق، مخاطرة في حال استغلال مخاطرة الطفل. عليهم بشكل لاحق. وعندنا ايضا بالنسبه انشاء المناخ ملائم للطفل ضمن اسره صحيحه. هلا الخلافات والمشاكل ضمن الاسره الواحده بدها تنعكس على الطفل، اكيد بده يصير الطفل مشتت، ممكن انفصال الاب عن الام يطلع عنا انه طفل وحيد، يشوف ملاذ او بيته خارج المنزل. نعم نعم انه يكون امانه خارج المنزل مثلا. هي الاسره هي العماد الاساسي. نعم. دائما يعني في حال وجود خلل ضمن الاسره. نعم. حيكون في خلل من حقه الطفل انه يكون عايش ضمن اسره ومناخ ملائم نفسيا وعقليا، ومن حقنا انه ننشئ له ندوات تعليميه. انا مع انه يكون في حصص مدرسيه خاصه بالطفل، خاصه انه ضمن الدوام الرسمي حصه انه تكون بتعليم الطفل عن حقه بالقانون، شو هو حقه، مثلا حقه يتعلم، حقه ما يجي على المدرسه، مثلا حقه انه ما يتعرض لاي شكل من العنف. هذا كلياته ضمن المناهج التربويه، بيكون عامل هي من طرق الوقايه يعني. نعم. افضل ما نكون ندخل بمرحله الحل. نعم. وطبعا دول العالم بتناهض عماله الطفل، عندنا يوم 12/6 هو اليوم العالمي لعمالة الطفل. نعم. لمناهضة هالموضوع اللي عم يتزايد بشكل كبير كتير كتير. ونحن طبعا عنا يعني من هالمنبر بحب أنا أقول عمالة الطفل بيؤدي لقلة تعليم، بيؤدي لتشرد وبطالة، بيؤدي هذا الشيء كله لبيئة مناسبة للإجرام. النتيجة سجين حدث. النتيجة سجين حدث طبعا. وهذا كل شيء حكيته أنا سببه وعلى رأسه أختي الكريمة هو الجهل. الجهل. الجهل طبعا والأمية. هلأ محل اللي بيكون فيه جهل بيكون فيه جرائم، بيكون فيه سرقات، بيكون فيه بطالة، بيكون فيه تشرد. بالتالي التعليم والعلم نور يعني. تماما. هو لما يشوف الأطفال كلهم ضمن المدرسة أكيد ما رح يكونوا تحت رحمة رب عمل او تحت اي عنف من اي نوع كان يعني جسدي. نعم. او حتى هي دورات توعويه مثل ما. نعم. ذكرتي للاسره للطفل بحد ذاته ضمن المدارس، ولكن. نعم. استاذتي الكريمه دور الجهات المعنيه بهيدا الحاله، يعني نحن كمان ايضا بحاجه الى جهات مختصه تكون هي مسؤوله عن اعمال هذا الطفل، حتى مثلا الطفل المتسول او الطفل اللي بدون ماوى بدون اهل، اليوم مكان مخصص لاستقباله لتعليمه. نحن كلنا بنعرف انه الاحداث هن لا يعاقبوا بجريمة لا جرائم. نعم. وإنما هو إصلاحي، تدابير إصلاحية ممكن أنهم يخضعوا إلى، ولكن أين دور هيدي الجهات اليوم بظل هيدي الحرب اللي حدثت على بلدنا سوريا اللي خلفت مجموعة من الأطفال فعلا هن اليوم ضمن الشوارع. نعم. عم يلجأوا لأسهل طريقة لكسب المال وهي التسول. أستاذي لارا موجودة الجهات. موجودة وعم تقوم بعملها، ولكن الحرب خلقت أعداد هائلة من الأطفال المشردين والمتسولين يلي يعني نحن إسا بحاجة ليكون عندنا جهات أكثر، بحاجة لجمعيات أكثر، بحاجة لرقابة أكثر. حتى قانون العقوبات نفسه خفف إذا الجرم وقع من حدث مراعاة لهالظروف اللي كنا عمال نحكي عنها. إذا حدث ارتكب مثلا جرم من أي نوع كان ما بيتعامل كأنه شخص فوق 18. نعم. نعم. لا. ولكن بالجانب المقابل إذا وقعت الجريمة على حدث تشدد العقوبة. سواء. نعم. جريمة قتل أو إيذاء أو من أي نوع كان أو اغتصاب تشدد العقوبة إذا وقعت عليه.
يعني هذا كلياته مراعاة لهالظروف يلي اللي انفرضت علينا، خلينا نقول تماماً على هالحدث نتيجة الأحداث. نعم، لأنه هو بالأخير يعني نتيجة ظرف، مثل ما قلنا ما في ولد إلا بيحب يكون ضمن مدرسة، ما في ولد إلا بيحب إنه مثلاً إنه يلون ويرسم، ما هي أول يعيش طفولته تماماً. يعيش بالنهاية طفولته. القانون شدد أي جريمة بتوقع على شخص قاصر تشدد العقوبة فيها، وإذا أدى هالعمل هذا لإحداث عاهة كمان تفرض عقوبات مشددة على رب العمل. نعم. وإذا كمان مثل ما قلنا إذا هالحدث هذا ارتكب سرقة أو جرم أو إيذاء من أي نوع كان تخفف عنه، لا يوضع مع الكبار مثلا. ذكرنا هي تدابير إصلاحية أكثر منها هي عقوبة، تدابير إصلاحية إعادة تأهيل مثلا. والجمعيات بتمنى أن تكون أكثر، تقوم بعملها على أكمل وجه، الوزارات التنسيق يعني هي بحاجة لجهود. نعم. هي جهود كبيرة يعني يجب أن تبذل اليوم بظل الظروف الراهنة. كثير بدي أتشكرك المحامية نجلاء غندور على المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. شكرا لك لاستقبال دعوتنا وأهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، شكرا كثير. شكرا. أكيد بدي أتشكرك المشاهدين، وعلى أمل نكون فعلا ساهمنا بنشر الوعي القانوني بخصوص عمالة الأطفال وحقوق الطفل وغيرها لما لها من أهمية بالغة اليوم على أطفالنا. أكيد الأسبوع المقبل إن شاء الله رح نكون معكم بحلقة جديدة. من هلا لوقتها تضلوا بألف خير، إلى اللقاء.